هذوما نعرفوه. منين يخرج؟ منين يتسرق مدام؟ الدواء منين يتسرق؟ ثم الصيدليه المركزيه، خلينا نفسروا للمشاهدين. ثم الصيدليه المركزيه اللي هي ماخذه حصريا توزيع الادويه لمؤسسه عموميه. الصيدليه المركزيه توزع، لا مش حصريا توزيع الادويه، يعني هي لا 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 سي لورغانيزم الوحيد اللي يستورد الدواء اللي هو جاي من الخارج، وهذا مفخره للبلاد. زاده من وعندنا احنا عندنا محليين مصنعين محليين والعدد نتاعهم يفوق ال 50. ما اختلفناش، ثم الصيدليه المركزيه وفما الموزعين بالجمله للادويه اللي يشريوا من عند الصيدليه المركزيه. بعد هذم فما الصيدليات الخاصه. به في الثلاثه حلقات هذم الدواء منين يتسرق؟ منين يخرج؟ مش يتسرق، منين يتهرب؟ به منين يتهز؟ تنجم تقول في كل مرحله تنجم تصير اون فوي. الصيدليه المركزيه لا ما تنجمش اوزر، لا الصيدليه المركزيه. انت تعرف، انت تعرف. لا انا مش عارف اوزر. برك الله عندك اكثر من 25 سنه في الوزاره وتعرف. مش يقولوها. تعرف كل تركينه في الوزاره. اي نعرف ايش بيه، الحمد لله انا بنت الوزاره هذيك وشرف ليا. لكن انا مش نقولها لك، هذوما انت كي تعرف طول السيركوي نتاع توزيع الدواء منين يخرج ولوين يوصل وين العمليات نتاع التهريب ووقفناهم. انت تفهم شكون مثلا احنا اخر عمليه اللي احنا فقنا بها وهي تو مازالت في القضاء تلقى او نيفو من نتاع الحدود كراذن اللي هما كي سون ماسكي كرذونا تسخايب فيها نتاع شنو نتاع بنان بنان ولا خضره ولا غله عندنا احنا مصيبه مصيبه تلقى فيهم الدواء. فهمت كيفاش؟ هذاك البحث كيفاش؟ انت كي تشوف الشخص هذاك اللي شادوه عنده فاتوره ولا ما عندوش فاتوره؟ كان عنده فاتوره مش تعرف فاتوره منين جابها. كيفاش عنده الفاتوره؟ كيفاش عنده فاتوره؟ لا يا مدام، لا 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 فما ناس والدواء مهرب في كريدن بنان. لا لا اش معناتها؟ مهرب باش يتهرب ليبيا، معناتها هو ما عندوش منين فاتوره. منين تهز؟ باهي الدواء باهي عنده فاتوره ولا ما عندوش فاتوره؟ منين انت قلت لي معناها ثم مسالك الريزون تاع الدواء، مسالك التوزيع اللي هي واضحه وين بالضبط؟ هي الدواء يخرج بالصيدليه تاع التهريب وسرقه الدواء منين؟ الصيدليه المركزيه يخرج موزعين بالجمله ولا الصيدليات؟ الصيدليه المركزيه هي اللي تبيع الدواء للي غروسيست ريبارتيتور، هذوما اللي الموزعين بالجمله. لي غروسيست ريبارتيتور هذوما هما اللي زودوا الصيدليات في القطاع الخاص الكل. فهمنا؟ أي. انت كي تشد السيركوي نتاع التهريب تشدوا ما بعد الصيدليه المركزيه وما بعد لي غروسيست ريبارتيتور وما بعد سنه سامحني احنا التهريب يا اخي نشدوه في وسط صيدليه ولا في وسط مستودع ولا في وسط الصيدليه المركزيه. منين المصدر هذا هو المهرب؟ منين جاي الدواء؟ منين يجي لو بلو سوفون نلقاوه دواء مدعم. الدواء مدعم معناتها الدواء دافع عليه الصيدليه المركزيه في 2018 حوالي 200 مليار. اي الدواء مدعم دونك لقينا لو بلو سوفون الدواء اللي نلقاوه في عمليات التهريب هو دواء مدعم. لكن شو تقول لي انت هنا؟ انا ماذا بيا كنت تسالني سؤال تقول لي ما الحل؟ ما الحل؟ احنا توا لا نمشيو ابصر ماناش باش نقعدوا في حلقه. باهي سامحني اما خليني نقول لك اللي انت اللي انت سيده الوزيره مدام ما جاوبتنيش وما حبيتش تجاوبني. جاوبتك. لا ما جاوبتنيش على خاطر انا عطيتك حب نسميو ناس بسماها. بياسير سمي شو ايه شو معناتها؟ معناتها انا مش ناخذ معناتها انا مش اللي عمل لي يخلص. لا لا اللي عمل لي يخلص. مادام ثم مافيا شو احنا مش ناخذ مادام ثم ناس يا سي ناجي سامحني مش ناخذوا بلاصه النيابه العموميه الدواء مش ناخذوا بلاصه وزاره العدل. لا لا ما تخش بلاصه وزاره العدل اما الدواء المدعم يا مدام راهو جاي من المال العام. احنا من دافعي الضرائب احنا يؤلمنا. وانا كي قلت من المفروض الدواء المدعم هذاك يمشي للمرضى اللي اللي قدرتهم الشرائيه ما تسمح لهمش باش يشريوا الدواء هذاك نلقاوه يتهرب ويتفكتر ويتباع اضعاف 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 السوم نتاعو لبرا. والفلوس وين تمشي؟ تمشي في جيوب اشخاص اللي انت تعرفهم. وهذايا انت تعرف هذا الشيء ماهوش مسكوت عليه واللي قاعد يتشد سي ناجي. شو عملت؟ شو اللي قاعد يتشد اعطيني شو قاعد
شنو؟ شو باش تعملوا؟ شنو باش تقصوا هل باش نقصوا الفينومين نتاع اي؟ هذا السؤال اللي انا نستنى فيه من عندك. باش نعطيك بالنسبه للصيدليه المركزيه. ما احنا اش قلنا؟ فما زوز مشاكل في الصيدليه المركزيه. احنا وقتاش ولينا نحكيوا على الصيدليه المركزيه في الازمه اللي عشناها السنوات الاخرى بالنسبه لنقص الدواء، معناتها من اواخر 2017 الى يومنا هذا ولو النسق بدا يرجع باقي بصفه ماهيش اللي المنتظر منها، لكن بدا يرجع وديما فما نقص في الدواء. نزيد ناكد على المواطن، راهو في بعض لي موليكول وبعض انواع نتاع الدواء راهو مازال فما نقص، على خاطر فما مشكله نتاع سيوله، وهذايا من القرارات اللي مش ناخذوهم بقدرة ربي انهارت الأربعة. لكن الإصلاح ما يجيش بضخ الأموال، خاطر أنت تضخ الأموال اليوم في الصيدلية المركزية وتستعملهم الفلوس هذوكم وغدوة نعاود ونرجعوا لستاد زيرو. لذا الحوكمة الرشيدة عملية. أنا مش عارف كلمة كبيرة ياسر، كلمة كبيرة خلي نفسر للناس. عملية شو مش عملية؟ احنا ما قلت في السيركوي ميديكامون الصيدلية المركزية تعمل تعطي المزودين بالجملة وهما اللي بيعوا بالنسبة للصيدليات في القطاع الخاص. حاجة أخرى، الصيدلية المركزية زادت تمول في قطاع الصحة، معناتها عبر الصيدليات اللي في المستشفيات. هذا فما قطاع عام وقطاع خاص. انت تقولي اول حاجة، احنا حتى لتوا في المنظومة نتاعنا بدينا اون ابليكاسيون اللي هي انفورماتيك، سامحني ساعة ساعة مستعملة اعلامية، اللي هو وزارة الصحة، خاطر ما لقيناش قبل فما وبديناه هذايا، معناتها توا عندنا اكزاكتومون عام ونص عامين، اللي فما منظومة تشوف قداش عندك ستوك انت في السبيطارات نتاعك في كل فارماسي، ومشكورين لي فارماسيان الكل شاركوا واعطاو لور ستوك، والستوك هذايا تعمل به السويفي وقتها. ومع ذلك الدواء يتسرق من السبيطارات. لا هاو جايين عاد، هاو جايين وقتاش، شنو يلزمنا نعملوا تو؟ عندك زادة في المنظومة هذية تشوف انت المخزون نتاع الصيدلية المركزية. احنا من الاول كي عملناه ومشينا هنا وقتها بدينا نحسوا فما نقص في الدواء. اش قلنا؟ نشوفوا في المستشفى هذا اش فيه والمستشفى هذا اش فيه والفارماسي سنترال اش فيها، وهو احنا وين ماشيين، الاصلاح الحقيقي وين، واللي لازمنا توا نعاودوا نحطوا على الطاوله. سي ناجي، الاصلاح اللي انا راهو البوند كوموند راهي مازالت تكتب باليد. سي ناجي، البوند كوموند هذايا يلزمها تولي ماشي انفورماتيزي. لا، البوند كوموند ما تخرجش واحد، تكتب باليد، وعندنا كماين تخرج وبيرسونيل يخرج يمشي. دونك سي باش يترفقوا فيها ولا باش تدلس؟ لا مش يترفقوا فيها بربي. انا نسهل اشنو هي المنظومه نتاع الدواء ولا شنو هي النوموكلاتور نتاع الدواء. تمشي بوند كوموند بكميه، توا احنا نحكيو على الاصلاح، ترجع بكميه اخرى. احنا نحكيو على الاصلاح، واحنا كي نمشيو للتراسابيليتي ديما قولها اللي يهز مش يتهز هو ويتعاقب. ولا بالنسبه دونك هذايا مش تولي عندك البوند كوموند والفاكتور البوند كوموند نوميريزي نربحوا بها حاجتي، ما عادش كماين ماشيه جايه وترجع لك بوند كوموند زيرو. انت من اللي قبل ما يخرج من تطاوين ولا من دنين ولا من بنزرت يعرف روحه بالكميه راجع بها للسبيطار، والفارماسيان يتبع والصيدليه المركزيه يتبع. ثانيا بالنسبه للقطاع الخاص، بالنسبة للقطاع الخاص الصيدلية المركزية تبيع للمزودين بالجملة وهما اللي يبيعوا للصيدلية الخاص. هي الربط ما بين الصيدلية المركزية والمزودين بالجملة هذه ماشيين في الفوترة الإلكترونية لا فاكتور نوميريزي. شو معناتها؟ انت كان وهذوما راهم مشكورين، حكينا معاهم جموع، نحكي وقت اللي انا كنت في وزاره الصحه. يوجههم تشكر فيهم انت؟ لا 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 نشكرهم، يجم يقول لك انت، يجم يقول لك انت كصيدليه مركزيه ماكش هيئه رقابه عليا، تنجم تطلب هي لوزاره الماليه، وهذا مشروع وزاره الماليه واللي بداوه من 2015 والناس الكل تعرف لا فاكتور الكترونيك، فهمت؟ هذوما دونك انت كي تولي عندك لا تراسابيليتي، انت كل مزود مستانس يطلب منك الكميه هذه في الشهر، يولي يطلب منك في نفس الدواء يطلب منك زوز وثلاثه واربعه، انت تشير لا سوني دالار. اي تقول دونك فما حاجه بي. واضح بي. خلينا مش نمشي توا الركن اسمه صحيح غلط، مش اعطيك بعض يعني الاجوبه وانت قول لي صحيح ولا غلط.
بيه صحيح غلط، باش نعطيك بعض أجوبة قل لي صحيح ولا غلط. ثم لوبيات تتحكم في مسالك توزيع الأدوية، والنافذة نافذة بمعنى عندها نفوذ وعندها علاقات في وزارة الصحة، صحيح ولا غلط؟ للبارتي الثانية غلط، على خاطر أول ما فما شبهات اللي يجم يكون فما الناس قاعدة تسير الوزارة من خارج الوزارة، حتى أولاد الوزارة ما يخليوهوش. باهي، الأطباء وأطباء الاختصاص ما عادش يحبوا يخدموا في المستشفيات العمومية على خاطر الشهرية متواضعة وهزيلة جدا، ولك علاش يخرجوا يمشيوا يخدموا البرة، ويقع الاعتداء عليهم من قبل المواطنين، صحيح ولا غلط؟ انت عطيت زوز جوانب، انت كل سؤالك فيه دو بارتي. اللي حكيته من الاول يجم يكون سبب من الاسباب شهرية نتاع اي، يجم يكون سبب من الاسباب، هو يلقى روحه اللي يخدم في ان سيستيم نتاع اكثر من 48 ساعة والشهريه دي ما تكفيهوش. احنا فما طب قريب يخرج الريتريت مازال يسكن في بورتمان كري، دونك كون لو فو يو با، فما ناس اللي زاد توا الطب ولا باك بلس 13 سي ناجي مش يولي ثم بعض لا ولا 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 موافقتك اللي زاد ربي يزيدهم عملوا ديكلينيك وما شاء الله ربي يزيدهم. في المستشفى العسكري اقتناء وتركيز التجهيزات الطبيه يتم في معدل 4 شهور، وفي المستشفيات العموميه يتم بين عام وعام ونص بسبب التقصير واللامبالاة، صحيح ولا غلط؟ غلط، فسر لك هذه ايه بسرعة. أيوة، علاش 4 شهور وعلاش عام وعام ونص؟ أنت كي باش تحكي على تركيز تجهيزات ثقيلة كسكانير واللي رام وانسي دو سويت، هذوك بتركيزهم ما هو يلزمك أنت تهيئ لهم الفضاء، معناتها هي بنية جديدة. فهمت؟ ساعات تلقى اللي في كومبوزونت نتاع اللي تابعة معناتها للتهيئة أو للجيني سيفيل اللي هي تفوت ساعات الوقت نتاع لاكيزيسيون. جو ميكسبليك، المستشفى العسكري عنده زوز مستشفيات، زوز مستشفيات، معناتها الاقتناء مش يقول لك كيفاش يصير الاقتناء، هما احنا نعيطوا للجنه اللي مش تعمل هي كراس الشروط اللي فيه لي سبيسيفيسيتي تكنيك. تعرف شكون يحضر فيها اللجنه في وزاره الصحه؟ يحضر فيها كل طبيب رئيس قسم اللي كي سوغا كونسيرني باغ لاشا. ساعات احنا كي نشريو 10 سكانيرات وعملناه معناتها منذ 2013 واحنا ولينا ديزاشا جروبي. سامحني، يحضر في اللجنه 10 اشخاص لي زوتيليزاتور. بالنسبه للمستشفى العسكري مرتين لا خلي يقولها خلي يقولها لا لا بخلاف الانضباط فما معناتها ان سول اوتيليزاتور. لي دو ديرنييغ اكيزيسيون اللي صاروا في المستشفى العسكري خاطر صار الينيومون لسكانير نتاع وزاره الصحه. دونك سي توت افي لوجيك اللجنه العليا للصفقات ما ياخذش الوقت اللي ناخذوه احنا. الوزراء اللي تعداوا على وزاره الصحه العموميه ما نجموش ينفذوا الاصلاحات اللازمه، وبرشا قرارات خذوها طاحت في الماء بسبب النقابات الصحه، صحيح ولا غلط؟ لا سي با فري. النقابات خلي الناس تعرف شنو العلاقه نتاعهم معناتها معنا نحن كاداره راهو نحكي لك. مدام جوني اي اي مثلا انا اول ما جيت للوزاره معناتها رجعت بالنيابه نهار الاثنين، نهار الاثنين وقعت في وثيقه اللي زميلي اللي سبقني هو اللي بدا في التفاوض معاهم مده 4 شهور. معناتها راهو الطرف النقابي يمشي معاك في استمراريه بتاع قرارات اللي هما كفما استمراريه، هو الاستمراريه في اخذ القرار معاهم هما في التنفيذ نتاعها. كاتب عام الجامعه العامه للصحه هو اللي جاي لوزاره الصحه وقابل سي سليم شاكر الله يرحمه في اكتوبر 2017، هو طلب منه اللي مش نفعلوا الكونسلتاسيون دابري ميدي، وكان مطلب نقابي ونفس الجامعه اللي مشات للوزير سعيد العايدي و معناها طلعوا ومشاو وصلوا حتى للديوان وصار ما صار، وانت تو والناس تعرف بقيه الحكايه. نقابه الاطباء والصيادله واطباء الاسنان للصحه العموميه باش يعملوا ضراب عن العمل بكامل مستشفيات الجمهوريه نهار 4 فريل 2019. وشنو السبب؟ هل
باش تتحمل انت مسؤوليتك وتتفاوض مع النقابه، او باش تعمل كيما عمل وزير التربيه حاتم بن سالم، تلوح الكوره الرئيس الحكومه يتفاوض في بقعتك؟ ما هو المتفرج يقول لك كيفاش يقولوا هو المتفرج سامحني. المتفرج فارس. اي المتفرج فارس معناتها بالنسبه للاجابه على سي حاتم بن سالم، معناتها احنا نشوفوا اللي هو لوح الكوره. انا مش تحمل مسؤوليتي. مش تحمل مسؤوليتك تفاوض. سونيا بالشيخ تتفادى اليوم انها تدخل في مواجهه مباشره مع الجامعه العامه للصحه، خوفا من تكرار السيناريو اللي صار للوزير اللي قبلك سعيد العايدي. صحيح ولا غير؟ جميل نكذبها بالاحرف الكبار ابدا. ثم شخص اخر معنا في البلاتو في البرنامج هذا ماهوش باش يظهر، ماكش باش تراه، باش تراه خياله، باش تراه عمبر شينواز، وباش يوجه لك شويه اسئله وان شاء الله تتحملوا على كل معناها. اسمه النسناس. نسناس؟ اي. خلينا نشوفوا مع النسناس وانا راجعين. مش نتعداو توا الركن اسمه مع النسناس، هذايا سي النسناس مش يطرح عليك شويه اسئله وان شاء الله يكون عندك صدر رحب. مرحبا بك سي النسناس. مرحبا بكم وعلى السلامه السيده الوزيره. عسلامه. مرحبا بك سيدة الوزيرة. سامحني أنا اليوم ما نجمش نقول لك لا على اسمي لا هويتي لا عمري لا شنو نعمل في الدنيا. سيدة الوزيرة أنا اليوم حنمثلك على الكلينيكات. اليوم التونسي اللي ما عادش يخلط على السبيطار على خاطر الوضعيات اللي هو فيه، يمشوا للكلينيكات ويحطوا في دم قلبهم ويستغلوهم في فاتورات غونفلي ودي سيرفيس زايدين ودي زاناليز. وأنت عاد تعرف الشيء هذا باعتبارك من أقدم الكوادر في وزارة الصحة. نحب نسألك سيدة الوزيرة يا أخي، لهالدرجة تقوى اليوم لوبي المساحات الخاصة ولا عندهم شكون يكوفري عليهم في وزارتكم؟ سي النسناس حاب نقول لك اللي ما فماش شكاية بكلينيك الناس، وهذاك كيف ما قلت لسي ناجي قبيلة، أنا نتوجه المواطن التونسي يعرف اللي هيئات الرقابة في الوزارة هذية راهي عديدة وكبيرة، واي شكايه تجي للوزاره الصحه فما اداره العامه للتفقديه الطبيه والتفقديه الاداريه والماليه والتفقديه الصيدليه اللي هذم يخدموا مع في القطاع الخاص والقطاع العام بالنسبه للرقابه. لا نعرف الاف شكاوي. لا على خنجاوبك انا ما مش نقول لك شنو هو لو بروسيسوس، خاطر زاد المواطن يلزمو يعرف اللي هو وين يتحس روحه تظلم ولا فما شبهه من شبهات في الفوتره نتاعو فيها غلط، يلزمو يتجه، يلزمو هنا هنغزر الكاميرا، يلزمكم فو دينونسي تقولوا وين تلقاو انتم فما تجاوزات حسيتوا بهم تجيو لوزاره الصحه. اي مطلب يتم ايداعه باسم وزير الصحه ولا حتى ديريكتومون للاداره العامه للتفقديه الطبيه ولا الصيدليه ولا ايداع ولا التفقديه الاداريه والماليه. سكرتوا فما دي كلينيك سكرتوها؟ بيان سور. تنجم تقول لي قضيه اللوالب القلبيه الفاسده. اللوالب القلبيه راهو سي ناجي انا باش نقول لك حاجه بالنسبه للوالب القلبيه، كي رجعت انا كي رجعت لوزاره الصحه كي كتب الدولة جاونا عودنا الملف هذايا وتحل مرة أخرى في القضاء ومازال في القضاء والتتبعات مازالت قائمة الذات، راهو ما تسكرش الملف هذاك مازال قائم الذات مازال محلول. اللوالب القلبية ولا غير اللوالب القلبية، لكن احنا التثبت من كل شكاية في القطاع العام ولا في القطاع الخاص رانا أخرجنا ومشينا فيهم. الأطباء الاختصاص سيدة الوزيرة يقولوا اليوم انه سلك قوي ياسر وعلى خاطر وراهم عماده ونقابات قويه في اتحاد الشغل، فما شكون يقول اللي انت تسيس فيهم اليوم على خاطرك طبيبه كيف كيفهم، صحيح هذا ولا لا؟ باهي انت قلت هنا اطباء الاختصاص على خاطر عندهم نقابه وراهم وعماده، ما نزيد نوضح لك النقابه والعماده، عماده اطباء معناتها فيهم الطب العام والطب الاختصاص وحتى للنقابات، فما نقابة الأطباء
الاستشفائيين الجامعيين، وفما نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اللي هما متهمين، معناتها ما عندهمش راهو أطباء الاختصاص، ما عندهمش هيكل اللي هو تجم تقول يحمي أنتر جيمي كان أشخاص بتاع أطباء الاختصاص. وأنا أقول لك اللي تقول لي كانيش أنا نسيس فيهم ونحمي فيهم، تعرف وقتاش نجموا قولوا الكلام هذايا؟ وقت اللي احنا نشوفوا بعض الاطباء الاختصاص كان فما تجاوزات، ولا انا طبست راسي ليهم، اما ما نجموش نحكموا على وزير اللي هو مازال بالنيابه. انا راني وزيرة شباب ورياضه، اما هو الوقت اللي لقيته في ظرف 10 ايام منذ تولي الخدمه نتاعي، معناتها النيابه هذه وقتاش احنا معناتها رخيت لهم ولا كيما تقول نسيس فيهم. مع السيده الوزيره لا انا نكمل لك لا 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 بربي لا لا نحب نجاوبك نحب ما جاوبتوش نكمل معك السؤال هذا. لا لا قبل ما تطرح لي سؤال واحد اخر انا مش نكمل لك في الاجابه. راهم اللي يخدم 23 سنه في الوزاره هذيك يخدم في اداره، ما تجمش تجم تقول اللي انا قاعده نحمي وحنين خاص للاداريين تاع كل وزاره الصحه اللي انا نحييهم من الموقع هذايا، وراهو ما فما حتى واحد على راسه ريشه ولا تاج. شكرا. متفاهمين في الموضوع هذا. خليني نرجع لك السعيد العايدي وزير الصحه الاسبق اللي انت كنت يا مدام تشكر فيه قبيله. وقت اللي تعين وزير اول قرار كان خذاه هو انه طردك من الوزارة وحطك في المركز البيداغوجي اللي هو خلينا نقولوه فريقو هكا ولا ليه ولا أنا غلط؟ لا غلط. أول حاجة ساعة سي سعيد العايدي جانا في 2015 وأنا خرجت من الوزارة، ما خرجتش من الوزارة، ما خرجتش أنا خرجت من الوزارة. نقلك استنى أي نقلني أنا خرجت لا ما طردنيش، هو استعمل كلمة اللي كبيرة ياسر كبيرة ياسر، خاطر ما فما حتى واحد اللي هو ولد القطاع ويطرد. تعرف وقتاش يطرد؟ وقت اللي تثبت عليه اتهامات وقتها يطرد ويخرج منها من القطاع. والمركز البيداغوجي مركز الوطني لتكوين إطارات الصحة عمره ما كان فريقو عمره ما كان فريقو من وزارة سيد الوزير. لا قعدت باقي في باب سعدون جغرافيا وبنت الوزارة في الحقيقة، فهمت؟ لذا انا جست باش نعطيك اسم الله يرحمه بروفيسور حليم، هو كان يرأس وكان على راس المؤسسه العريقه هذيا. بروفيسور نور الاستاذ نور الدين عاشور اللي هو استاذي كان على راس المؤسسه هذيا. ما تجيش نحكي على الاسامي خاطر نجم ننسى اللي كانوا على راس المركز البيداغوجي هما اساتذه في الطب. مازال عندك اسئله سي نسناس؟ لا كهو بيه. شكرا ومرحبا بك وان شاء الله معرفه طيبه. بيه. خلينا نتعداو للركن الموالي والاخير، رايك فيهم؟ بيه. سيده وزيره الصحه بالنيابه وايضا وزيره الشباب والرياضه سونيا بالشيخ، هني باش نعدي لك شويه تصاور ماذا بيا تعلق عليهم باختصار خاطر ما عندناش برشا وقت. هات نبداو بالصوره الاولى. شو تعلق على التصوير هذه؟ هذه تصويرة دارت الفيسبوك وبرشة برشة تعليقات، شو تقول عليه؟ ما عندك تعليق؟ أنا أمرا و شو تقول عليه؟ الله لا تحرم مؤمن. تصويرة مؤثرة مؤثرة برشا، ناس أولياء فقدوا أبنائهم. به تعدوا للصورة اللي من بعد، حكاية الكردونة اللي بيبي اللي سلموا منهم في الكردونة. وخليني نقول لك أنا كنت واحد من الناس هذم لأني صارت لي حالة من نوع هذا توا تقريبا أكثر من 10 سنين، وما عندكش فكره قديش تألمت وقديش حزنت كي عطاوني ولدي اللي هو كان بيبي عطاهولي في كردون.
يلزموا يتصلح وضع يلزموا يتصلح دو فاسون معناها بصفه عاجله على الاخر. وقتاش يتصلح؟ امر وقتاش يتصلح؟ انا كي دخلت في فضيحه راهي في بالك نعرف فضيحه فضيحه حتى واحد ما يقبلها وصمه عار اي حتى واحد ما يقبلها و انا نطلب منهم السماح. تطلب منهم السماح؟ ايه انا نطلب منهم السماح الاولياء هذوما الكل. لازم الحكومه الكل تطلب السماح من الناس هذو. انا نطلب منهم السماح. به تعداو المقطع باش نوريك مقطع صار في سبيطار في مستشفى في العاصمه. هذا بيبي مازالوا كيعملوا له عمليه. شفت الفيديو هذا خرجوه دارت في الفيسبوك. دارت مواطنه صورت حطوا به ثلاثه تيقان على يديهم ما لقاوش سكانير والاسانسور بالصدفه طلعهم بان. بيبي مازال كيخرج من قاعة العمليات. مؤسف. 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 على الأخر زي. كلمة ما تأديش المعنى كلمة مؤسف يعني. مؤسف هو هذوما من الحاجات. بعد 63 سنة استقلال في البلاد هذه معناها ومازلنا نشوفوا في المشاهد هذه. يعني شيء بصراحة شيء مقزز شيء علاش؟ علاش وصلنا الوضعية هذه؟ علاش سكاني رومبان؟ وعلاش الاسانسور؟ انا البيريود هذيك عشتها يتصلح اليوم غدو يعاود يطيح رومبان، يعاود يتصلح بعد بجمعه يعاود يطيح رومبان، يعاود يتصلح وهذايا ما يحاولش مش يفسر المنظر هذايا اللي مشهد مش منظر سامحني في الكلمه مشهد اللي انا معناتها نشوف نحييهم اللي هبطوا به معناتها البيبي هذايا ان شاء الله ما وصحتوا ما عندهمش ما كانش عندهم حتى خيار سؤالهم يهبطوا به. انا سي ناجي انا كي نشوف معناتها كمسؤوله في القطاع ونشوف معناتها مشاهد كيف هذايا راني نحشم كلنا نحشموا. باهي مش عادي لك مجموعه من الشخصيات تعرفهم بالتاكيد فاهم اللي تعدى على وزاره الصحه وتحملوا مسؤوليات وفهم بعض الشخصيات السياسيه. باهي هات نبداو بالشخصيه الاولى واعطيني رايك فيهم باختصار وبكل صراحه. اي اي عبتي في المكي وزير الصحه السابق في كلمتي رجل عظيم. رجل عظيم؟ ايه باهي رجل عظيم و برشا من الناس ما فهموهوش. يسر مجامل هذا جمل في حركه النهضه ولا جمل في عبتي في المكي؟ لا عبتي في المكي هو قيادي في حركة النهضة زادة. اي انت كي وزير يتسمى الباساج نتاعو معناتها اي فوزا ماركي. عمل حاجات باهية في الباساج نتاعو. فما حاجة اللي أنا ديما نعاودها. أول وزير اللي حط عمل اجتماعات كل نهار جمعة سماهم لي غيونيون دي ديريكتور. وش كان فما؟ كانوا المديرين والمسؤولين نتاع الوزارة الكل. كان 68 اجتماع في الباساج نتاعو كل نهار الجمعه يتعاملوا من ماضي ثلاثه حتى للسبعه نتاع الليل. خلينا نكمل لك عاد شنو الاجتماع هذا. باختصار كانت باختصار. كل اداره تحط على الطاوله الدوسي اللي كانت فيه اشكاليه وما نجمش يحل اشكاليه وحده وكان بعد يتعدى بالفوت وكنا ناخذوا القرار على الطاوله معاه. باهي هات نشوفوا الشخصيه اللي من بعد. عبد الرؤوف الشريف أستاذي. الوزير اللي استقال أي. ما قعدش برشا في وزارة الصحة وقت صارت المشكلة الأزمة أو المأساة نتاع لي بيبي الله يرحمهم استقال. أي. فضل أنه يستقيل يبعد يهرب. أي. لا مش يهرب يبعد وهذا أول الحصة قلت لك فيها. أي. أنا ما نجمش نتكلم بلسان أستاذي أستاذي في الطب سيغمون على فكرة هو طبيب. هي طبيب أستاذي هو. أي. هو قراني في الكلية. بعد قررني في الكليه واشتغلت معاه. اعطيني تعليق شو رايك فيه؟ قال الراجل عظيم زاده كي عبتي في المكي. ايش بيه عليها كلمه عظيم يا اخي توجع. اي تعطي في المكي قلت عليه عظيم. اي خدمت معاه خاطر سي عبد اللطيف المكي من عبد الرؤوف الشريف شكون تقول عليه؟ سي عبد اللطيف المكي خدمت معاه من 26 ديسمبر 2011 بيه. حتى الجانفي 2014 عبد الرؤوف الشريف. اي ما خل ما ما قعدش الوقت الكافي. فاشل ما قعدش الوقت الكافي. كيفاش نقيم وزير وتعدى باساج باربع شهور؟ باهي نشوفوا الشخصيه اللي من بعد. منذر الزنيدي الوزير القادم من النظام السابق وتحمل زاده
مسؤولية خطة وزير صحة من 7 سبتمبر من 7 سبتمبر 2007 حتى للثورة. يا كبر كلا تحفظ التواريخ، أعطيني تعليق خالي رأيك فيه باختصار وبصراحة. هو اللي خرجني من الإطار اللي أنا طبيبة في وزارة الصحة، وهو اللي حطني على رأس إدارة تصدير الخدمات الصحية، وهو اللي وراني شنو التعاون الدولي. نشوفوا الشخصية اللي من بعد. سامي عبو. أنا نحترمها ياسر سامي عبو. علاش؟ نحترمها ياسر. بورتون قلقتكم وديما لسانها لاذع في نقد الحكومة. أنا نحترمها. وعندها دوسيات وأحرجت أكثر من وزير. عيطت لي أنا في سؤال شفاهي. عيطت لي كي كنت وزير. بصراحة. وقت لي معناتها في وزارة. أعطيني رأيك فيها بصراحة. مش على خاطرك انت توا في بلاتو قدام الكاميرا. لا انا برشا قارنوني بها، يقول لك حتى سا مانيير دو بارلي. لكن ما هو ساعات واحد كي يبدا معناتها في الجراه. انا فاش نحييها سامي عبو، خاطر وقت اللي عيطت لي في السؤال الشفاهي قلت لها راهو التفقديه في وزاره الشباب والرياضه حلت الملف اللي هو طرحته لنا في المصادقه على الميزانيه. روحت لوزاره الشباب والرياضه وحلينا تدقيق. كي رجعت لها للمجلس وعيطت لي هي في المجلس، قلت لها راني عملت تدقيق وراهو النتائج انا نمدهم لك كتابي. كانت متفاهمه وديما راهو ما نجموش نقيموا عبد على خاطره يتكلم ويحط على الطاوله ولا يصيح. فما طريقه برشا وزراء متقلقين منها انا نحترم انا نحترم راي زملائي. يقولوا في الكواليس سنيجي مش الشخص اللي انت تحبه. يلزم الناس الكل تحبه. باهي، هتشوفوا الشخصيه من بعد. هادي مهني وزير سابق وتحمل خطه وزير الصحه. انا دخلت وزاره الصحه في عهده. عام ايش؟ عام 97. دخلت في عهده هو كان يعيط لي الراي شباب. ما ثماش وزير يدور لي قلت فيه كلمة خايبة ولا كلهم عظماء كلهم باهين كلهم ها؟ سي نيجي ياسر دبلوماسية. لا 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 مش دبلوماسية. لا لا ياسر دبلوماسية. أنا نعتبر روحي سي نيجي أنا نعتبر روحي. تحبش تعمل مشاكل. لا لا با دي تو. تو سي الهادي. لا لا روحك. لا لا تو هو سي الهادي تنجم تقول اللي تحب تقول. تو سي الهادي المهني هو تو وينه معناتها وربي يفرج عليه وإن شاء الله ربي يطوله في عمره. لكن انا كان هذا في المثال نتاع الوزراء اللي كانوا تكنوكرات ومتسيسين. لكن زاد تحمل مسؤوليه كبيره في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ايه؟ وتحمل مسؤوليه وزاره الداخليه. ايه؟ وكان واحد من وزراء النظام السابق نظام بن علي. فما تاريخ بتاع تونس. فما واقع بتاع تونس. فما واقع وتاريخ اللي يجب يكون باهي ولا مش باهي، لكن تاريخ اسمه. تاريخ واحد يجي ينحي معناتها يفسخ تاريخ تعدى به. باهي. هات تشوفوا الشخصية اللي من بعد. مصف مرزوقي. رئيس المؤقت السابق وطبيب. طبيب باهي. كان طبيب في الصحة العمومية. باهي. طبيب في الصحة العمومية وفي كلية الطب زاد في سوسة. حقيقة. رأيك فيه بصراحة. اي من غير سياسه ومن غير دبلوماسيه. لا 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 معناتها عمري ما جاني ان كونتاكت انا وياه حتى في الكليه، خاطر هو كان يقري. رايك فيه انت كسياسيه وانت موجوده في حزب سياسي وموجوده زاده في منصب سياسي. ما هو انت قلت لي كي ما تحبش تجاوب على السؤال. علاش هذا بالذات ما تجاوبش؟ على خاطر زميلي وطبيب. وعلى خاطرني ما عرفتوش عن قريب. رجل سياسة. اي رجل سياسة. سامحني الرئاسية. سامحني انا بحاجة. وناوي باش يترشح في الانتخابات الرئاسية الجاية. احنا نعيشوا في ديمقراطية، كل شخص يجب يرشح روحه ويقدم روحه. خيروني كرجل سياسة مش كطبيب. ما نعرفوش. عمري ما اي جو نعرفوش. نعرفو كشخص معناتها هو كان رئيسنا وتقلد منصب هذا. اعطيني رأيك في الباساج اللي عملوا في رئاسة الجمهورية. ليش؟ جو با كومونتي. سلبي. جو با كومونتي. علاش؟
ساعه انا وقتها ما عنديش ما نتقلدش حتى اتيكيت بوليتيك لذا مش نحكي على السياسه وانا معناتها نجهلها ما نجمش نقيمه لا باهي اش مازال عندنا شخصيات سميرة مرعي انت اخترتهم اغزر انت اخترتهم وزيز. الكل يا اطباء مش انا سوني با دي كوربوراتيزم في البريفريك نتاعك عندها فضل كبير علي فضل اسمو عليك انت اي وعلى الوزاره بيان سور انا سميتني امنت بالكفاءه نتاعي وسميتني رئيسه مديره عامه للديوان الوطني للاسره والعمران البشري معناتها فما تقييم كان معناتها أصابت في بعض الأشخاص وفما أخطأت في بعض الأشخاص وهذا التصريح نتاعها. لكن زاد في وقتها هي صارت بعض التعيينات هاني قلت لك أخطأت ما فماش أكثر من هكا. المسؤولة اللي أنت أقلتها أعفيتها من المهمة نتاعها لتبين أنه عندها معناها فما كونفلي دانتيري تضارب مصالح ووالدتها رجعت تقري في الكلية على خاطر بربي جو بريفير بالبلاتو هذا مشكور اللي قالوا نعم ما كنتش تعرف اللي فما تضارب مصالح لا احنا راهو كي انت تخدم في الديوان الوطني الاسره والعمران البشري معناتها بعاد شويه على القطاع الدواء معناتها بالنسبه للابوراتوار كانت لي فرصه فما ملف شكون عينها؟ الدكتور الاستاذه سميره مرعي هي اللي عينتها على اللابوراتوار وكانت لي فرصه ما كانتش تعرف اللي المسؤولة هذه معناها تعيينها باش يشكل تضارب مصالح يعني هي تخدم في مخبر أدوية في وزارة الصحة ووالدتها يعني معناها عندها شركة لتوزيع الأدوية السؤال ما كانتش تعرف شكون عينها؟ ما قلت لي عينتها هي اي السؤال هذا نتوجهوا به اي دونك هذا تجاوز مرعي ليه مش حكاية تجاوز يا أخي الأستاذة سميرة مرعي كانت جابتها من معناتها من مكان آخر اللي هو تابع للصحة العمومية وهي أو باراليل أستاذة في كلية الصيدلة بالمنستير أنا بالنسبة كانت تعرف أنه شكون مش كانت تعرف علاقتها بوالدتها و سانسيرمون انا ندعيك ريت الناس هذوما الكل انا ما جاوبتش عليهم معناتها كيف الاجابات اللي ما قنعوكش انت استدعام بلاتو هذا تقولوا لك ما تحبش تجاوب نتعداو للصوره اللي من بعد مرحوم سليم شاكر كان قيادي في نداء تونس واخر مسؤوليه تحملها في وزاره الصحه باختصار تعليقك سيدة سونيا بالشيخ وزيرة الصحة بالنيابة توفى الله يرحمه 26 يوم كهو. قلبي 26 يوم الله يرحمه وصبر عائلته وصبر زوجته وبنته اللي هي زميلتي طبيبة وأولاده الكل خدمت معاه في الدائرة الضيقة على الأخر في الكابيني مش كابيني شو كانت علاقتك به؟ أكثر من جيدة. معه هو عمري ما حسيت روحي اللي أنا كنت في دوزيام بوزيسيون ولا خلى بلاصة في وزارة الصحة على الأخر على الأخر وفما للتوا الناس تحكي عليه وللتوا الناس ترحمه 26 يوم كهو خلى أثر كبير ياسر على كل قطاع باختصار على اخر اللحظات اللي اخر لحظات انا للمرحوم معكم في الوزارة احنا كنا في جندوبه في سبيطار جندوبه اللي توا فيه معناتها بعض المشاكل بقدره ربي احنا سيد الوالي مش نشوفوا كل الاطارات تاع جندوبه نهار الاثنين القادم كنا في زياره في سبيطار جندوبه نهار الجمعه روحنا وصلنا لتونس الساعتين تاع الليل كان عنده حوار باش يتصور نجم نقولوا لسامي كان مش يقابل نحييها صحفية مريم بالقاضي خاطر احنا نخدموا سبت وحد نخدموا سبت وحد قال لي راهو حتى كان مش نجيب باش نقعدوا شويه كهو على خاطر كان مش يتلاقى معاها نهارتها شفنا فيس على الكوريين نهار السبت خاطر كان عنده مع موعد
ونهار لحد انا كنت باش نحضر في مجلس وزراء الصحه العرب اللي كان مش يصير بصفه استثنائيه منظمته المنظمه العالميه للصحه في باكستان. هو اللي لحمش نكون انا متواجده في المجلس هذايا. قال لي القطاع نتاعنا وقتها زاد عجنا ازمه كبيره وقتها كانت فكروشي على العنف في المستشفيات وكانت اولويه الاولويات نتاعو اللي مش يخرج معناتها قانون زجر العنف معناتها ضد كل اعوان واطارات الصحه. والقانون هذا قاعدين تخدموا عليه انتم. اي ونهار لحد انا مش ناخذ الطياره معناتها وكلمني مدير سبيطار جرومبيليا هو مشى للماراثون ذاك اللي حب ربي كي كلمني مدير سبيطار جرومبيليا قال لي راهو سيد الوزير بحذانا انا بكل تلقائيه وعفويه قلت له قوموا بالواجب معاه قال لي هاني جبت الطب الكل خاطر هو الله يرحمه سي سليم شاكر كي نمشيو الكونغري ولا المانيفستاسيون واحنا مروحين لازم يدور يعمل زياره فشائيه للسبيطار وكان مش يمشي للسبيطار جرومبيليا والشوفير فات الدوره معناتها السائق نتاعو فات الدوره قلت له تيجي نهار ونعاودوا نرجعوا له معناتها سيد الوزير وقتها مزروبين كي قال لي مدير سبيطار قروان وانا نعرف اللي عنده تظاهره وقتها في نابل قلت هو مروح تعدى سيرمون لسبيطار جرومبيليا يا اخي قال لي لا راهو تاعب وهاني جبت الطب الكل عاودت هبطت من خرجت من المطار الغيت زيارة نتاعك اي قل حاجه لغيت الزيارة وخلطت كنت مستشفى العسكري الله يرحمه كان وقتها توفى الله يرحمه كي جاتك المعلومة بتاع خبر وفاته أنا غادي في المستشفى مع خاطر وقت اللي خلطت هو المستشفى العسكري وهو مازال حي الله يرحمه هذاك اللي حب الله يرحمه شكرا لك سيدة سونيا بشيخ وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة شكرا لك على رحابة الصدر احنا نتقابلوا الأسبوع المقبل في حلقة أخرى من برنامج وما خفي على قناة كرتاج بلوس تصبحوا على خير